ازاي انت وانت بتدمج ما بين مثلا سيره جابر ابو حسين او السيره الام وسيره علي جرمون، ازاي بتتعامل مع الحاجات دي؟ يعني مثلا في موت يحيى ومرعي ويونس في اختلافات كتير، مش كده؟ ازاي بتتعامل مع الاختلافات دي؟ بمشي على المنهج الصحيح. انا كشغلي ومجالي ببقى داخل وسط جماهير السيره، الناس الكبيره في السن اللي سنه 80 واللي سنه 90 اللي حضر جابر والحضر علي، فبدخل اسالهم اللي هو الحدث الصحيح اللي بيبقى الراي الاغلبي بعرف انه هو الحدث ده صحيح. البلاد اللي بتسمع سيره هلاليه في الغالب هي بلاد عندها مثلا مفاهيم زي الطار. السيره بتساعد على الحاجات دي يا محمد ولا ملهاش علاقه؟ لا ملهاش اي علاقه بالطار. هي السيره الهلاليه يعني عباره عن تسالي، لكن اللي بتعصب ديتي بيبقى 1% واحد بيتاثر بالحدث عشان يعمل حاجه، لكن هي السيرة عمرها ما كانت تحرض على العنف ولا تحرض على لأن السيرة مليانة فيها حب، فيها عشق، فيها غرام، فيها أكشن زي ما بنقول، يعني حدث معركة. برضو قالوا والله كذاب وادي الحرب وانزل لقيل وادي صدره زي الباب بسيفك وبين علامة سكر زيدان يمها بلاك كما بحور زي دار ماها وعلى يد قم جرد السيف على صدر دار ماها زيدان سكر بلاك والأمر للي نشان في صدري برطوم شيع السيف سفت أنا وترد تاني زيدان قال يا دي العجوبة زيدان قال يا دي العجوبات أدي النفس عالمطابة رام السيف وبعت له حربة من البعد عدته خابة.